بنحييكم على شاشة التلفزيون لبنان ورحكم معكم بحلقة جديدة من حلقات مأكول هنا. اليوم صنفنا عجة المعكروني مع الخضار، وعلى طول عم نفتش على أصناف منا ماكل في كتير وتكون طيبة وتلايم كل أفراد العائلة بالبيت الصغار والكبار ويحبوها. كمان انطلب مني كيف بتنعمل العجة المخفوقة والوقت زيته منفشي. يعلمكن اليوم كمان على عجة بالبقدونس، مش هنستعمل فطر ولا جامبون ولا مرتديلا ولا حبش، رح نستعمل بقدونس ونعملها للأومليت هشي كمان بتطلع كتير منيحة. ورح نعلمكن الطريقة المضبوطة بفرم البقدونس، يعني كيف بينفرم بقدونس يطلع معنا ناعم وبالوقت ذاته ما نجرح إصبعنا، مش نضل على طول نعمل هيك ونعمل هيك، نضل نشتغل بطريقة فنية. أول شي مشان عجة المعكروني مع الخضار بدي معكروني رفيعة بدك تنقه، أو معكروني صينية صغيرة رفيعة، وفينا نعملها إذا بدنا بالشعيرية، ولكن بتتسمى ساعتها بالشعيرية بس شرط إنه تكون الشعيرية مش المكسرة يلي معمولة شلل مع بعضها ملفوفة على بعضها وبتنسلق مثل ما هي شلل. أو من المعكروني الرفيعة بتنقوا أرفع معكروني موجودة عندكم، في من رقم 1 لرقم 6 بتنقوا أنتو المعكروني الرفيعة وبنشتغل فيها. بدنا جزر حبة عدد 3، بندورة حبة عدد 4 صغار، بصلة حجم وسط عدد 1، بيض عدد 6، زيت نباتي بدي بحدود الملعقتين ونص، بقدونس ناعم 3 ملاعق كبار، بازيلا خضراء او مجلده 100 جرام، زبده شرحه، بابريكا يلي هي فليفله الحلوه، ملعقه صغيره ملح، بهار ابيض وبرش جوزة الطيب. اما بالنسبه للاومليت يلي بنسويها هشه بالبقدونس، بدي بيض عدد 3، وهيدي الكميه لشخص واحد تعتبر، اما هونيك الكميه لخمس اشخاص. بيض عدد 3، بقدونس ملعقه كبيره ونص، ملح، بهار ابيض، ونتف صغيره زيت نباتي او ملعقه ملعقه ونص من زيت النبات. نقلا راد للمدام يلي طلبت منا، مدام المهضومه يلي طلبت منا الكروش والفوارغ، نقلا راد تنطرنا جمعة الجاي اللي حنسويها، وبغير حلقة وراها نبقى نحكي عنا نعمل المقادم وراس النيفة. وبناخد اتصال. الو الو، بونجور. بونجورين، يعطيك العافية شيف أنطوان. الله يعافيكي، أهلا وسهلا فيكي. بدي أزعجك بثلاث سؤالات اليوم أنا. ولك بخاطرك يكونوا 4 كمان. تسلم. كله عن الرمان الحامض. نعم. أول شيء الرمان الحامض كيف ينعمل؟ شراب الرمان يعني الحامض مش للعصير، اللي بينحط للتبولة والفتوش. أفضل بنظري هيك تستعمليهم عصير. عصريهم، حطيهم بقنينة صغيرة، فرزيهم أو حطيهم بطنجرة وغمريهم مي، غليهم 25 دقيقة وبتتركيهم بلا براد. بدون ملح؟ بدون ملح. أوكي، سؤال أو تاني. أو ملح خشن أحلى، حطي شوية ملح خشن. أوكي، سؤال تاني، ابني طلب دبس الرمان، بدي أشوف شو الفرق، وبدي أسألك بعد سؤال إذا ممكن أسمعك على التلفزيون، خل الرمان، إذا بينعمل خل رمان أو لا. خل الرمان؟ ايه اكيد بينعمل خل، لان عندي رمانتين بجنينة حامضين حامضين. هوري كمان لدبس الرمان احلى. طيب فيني اسمعك على التلفزيون تعمل المعروف، تعطيني قبل ما تروح الكهرباء كيف دبس الرمان. اذا بدك تساوي خل الرمان وحده وحده. اوكي بسمعك على التلفزيون. طيب يلا، ميرسي كثير، يعطيك العافيه. اوكي تكرمي. أول شيء وقت بنساوي خل الرمان بدنا نعرف مثل العنب مثل التفاح اللي بقلكم
لازم يكون في شيء مهري فيه ليزبط. كمان بالرمان قبل ما نضيف قشر الرمان بذر الرمان يلي مش عاوزينه بيكون على الشجرة هي شققت واجا بعض الطيور او اجا بعض الحشرات اكلت منها زومت خللت، هيدي مصالحة مثل الخمير اللي منحطها بالعجينة ليطلع معنا خل الرمان. اذا هيدي مش موجودة مثل كأننا عم نساوي عجينة بدون خميرة ما بتطلع معنا لانه مش حاطين خميرة. هاي الشغلات كتير مهمة. نحط ملح نفرم نحط قطعة زبدة نفرم البصل ناعمة وبقليها بالزبدة. بلش نحرك نضيفهم. منحضر البندورة للعصر. دايما البندورة إلنا شو وقت بدنا نعصرها مش ضروري نجيب أفخم نوع للبندورة، هاي اللي مضروبة شوي صغيرة منشيلها منجيبهم بنص السعر لأن البندورة كتير غالية هالأيام. البندورة العمانية اوقات بالبندورة بيكون في صوص من الحقة ما منتركها لحتى بالجبل بيطلع كمان صوصي.
نطحنهم بالآلة الكهربائية أو على المكنة اليدوية، على المطحنة اليدوية. نطحنهم منضيفهم فوق البصلة الفرن مش لازم يكون كتير ناعم، بيكون خشن شوي، يعني وقت بيكون خشن ما تضلكم تركينا للمكنة دايرة. المكنة على طول بقى ننتبه عليها مثل ما بقول، ما منلقطها ومش لها شلح بالمجلة، نرجع اوقات بنحط اشياء بظهرها لانه بس تروح وتنكسر الاكس تبعها او اي شيء ما عاد فيكم تجيبوا غيرها، بالاخص بهالايام الصعبة. هي البصل عم يتقلى هلا مع البندورة. منجيب صينية وبفرم فيها الجزر، ببرش وبرش الجزر على الخشب. عندها هاي المي بلشت تغلي منجيب المعكروني، ما بكسرها بالأومليت بالعجة، ما بكسرها، بتركها مثل ما هي، بعملها هش بهالشكل. برجع منجيب ملعقة خشبية ومنحرك لنرجع للمدام للرمان. الرمان الحامض اللي بنسويه دبس الرمان بده ينعصر عصر، لانه اذا بدقه دق ضمن كيس وينزل منه العصير بيطلع مر، القشره بتمرمر، بينعصر بالقصاره او بمعصرة الحامض عادي. بمعصرة الحامض فينا نعصره، منحطهم على النار ومنغليهم العشر كبايات، بصيروا كباية. بينحط لهم ملح خشن تقريبا ملعقة صغيرة ناقصة شوي، بينغلوا مع الملح الخشن 5-6 دقايق ومنشيلهم، وبيطلع عنا دبس الرمان.
هلا نحن بعز موسم الرمان، اذا بدنا شراب الرمان بيتساوى شراب الرمان اما من الرمان اللفاني او الرمان الحلو. كل كباية من الرمان الحلو بلا بذر تاخد كباية سكر. كل كباية من العصير يعني تصافي من الرمان اللي فيه بذر وحلو تاخد كباية وملعقة ملعقة اكل. اما الرمان اللفاني كل كباية تاخد كباية ونص لكباية وثلاث ارباع. بينغلوا على النار ثلاث دقايق بتنشال الرغوة تبعيتهم. نرجع بينتركوا 20 دقيقة بينضاف لإلهم ملعقة عصير حامض وبيمشي الحال. بينسكبوا بقنينة تتسكر بهدوا السنة. أما دبس الرمان إذا ما بدنا إياه يغلي ليصير كباية أو أقل شوي لعشر كبايات. فينا نغليهم ليصيروا العشر كبايات ثلاث كبايات. بحمص ملعقة كبيرة طحين أو نشاء الذرة. بحمصها بالفرن بشكل ما يصير لونها أشقر وبالوقت ذاته يستوي الطحين أو النشا. بشيل شوي من ثلاث كبايات اللي بعدهم عندي بخليهم يبردوا وبضيفهم على المزيج. بحركهم وبضيفهم على الرمان يلي عم سوي دبس الرمان على النار. بغليهم غلوة وحدة بسكبهم بقنينة بشدوا وبيطلعوا كتير طيبين وعلى مسؤوليتي. ناخد اتصال جديد. الو الو بونجور. بونجورين. يعطيك الف عافيه شيف انطوان. الله يعافيك يا رب. الله يطول بعمرك يا رب. تسلمي كل جزاك. بدي اعزبك، بدي اعمل قريدس. عندي قريدس من الصغير المثلج. نعم. بدي اعمله مع رز بالكاري. بقى كيف بدي اعملها الطريقه اعمل معروف؟ ايه تكرم عيونك. الله يكرمك. تكرمي بخاطر عيونك. في اخذها منك الطريقه هلا؟ يلا هلا بلش اسمعي. يلا. أول شيء بتخلي عفوا بعدك معي؟ إي أكيد. القريدس بقشره أو بلا قشر؟ نعم. القريدس بالفريزر؟ نعم. بقشره أو بلا قشر؟ لا بلا قشر. بلا قشر، أوكي يلا خلص، فيك تسكري ورح بلش أشرح. أوكي ماشي. تكرمي أهلا وسهلا فيك. الله يكرمك. أول شيء بتخلي القريدس بالفريزر. بتجيبي بصل، بصلي. هالبصلي بتفرميها ناعم وبتقليها مع الزبدة. ترجعي بتضيفي عليها تفاحة وموزة إذا ما في الموجود حيلا وحدة منهم من دوبل الكمية ساعتها. نحن عم نقول تفاحة وموزة يعني يا بنرجع بنستعمل موزتين أو تفاحتين إذا ما لقينا الكمية. هلا منجيب جزر حوالي نص كيلو، منقطعه الجزرة بالطول، الطول تبعها كمان لجزئين، بعدين شرحات رقيقة أو تقريبا 2 ملي وبضيفهم عليهم. منضيف بودرة الكاري 3 ملاعق صغار. منجيب القريدس المتلج من بعد ما يكونوا غلو 3-4 دقايق، نفتح الكيس مننزله دغري على الطنجرة منخلي يغلي معهم. إذا كان صغير صغير بيغلي 4 دقايق، إذا كان وسط 6 دقايق، إذا كان كبير جنبه 10 دقايق أو 9 دقايق. بعدين بينضاف لإلها كريمة، كريمة سايلة، وبيطلع عنا
رايدس بالكاري، بيتقدم معه رز ابيض، عفوا رز اصفر، بنحط على النار شقفه زبده او زيت، بنضيف منهم الارز، بنضيف منهم الزبيب، اذا بدنا فستق سوداني متوفر بنحط معهم او كاجو حيلا، بنضيف ملعقه صغيره ونص كركم او عقدة صفرا، بنضيف مي مغليه عليهم، شويه ملح تقريبا ملعقه صغيره، والرز بيكون عندي كبايه ونص لخمس اشخاص. هلا في حال المدام ما عندها كريمه، يمكن كثير، انا يمكن بيتي هلا ما في كريمه، صارت اقل علبه كريمه صغيره حقها 35,000 وبتكون بتكلف اوقات. هلا الاريس مكلف بس انه عندها اياه بالفريزر. فينا بس تقلي البصل، حطي معهم حصين ثوم رجعي، قلنا تفاح وموز، اذا ما في وحده منهم دوبلي الكميه، تفاحتين او موزتين، بس تكون تفاح مقشره، الموز اكيد بده تقشير. نرجع هون بتضيفي ساعتها ملعقتين ونص حليب بودره كامل الدسم، ترجع بتضيفي الأريدس ماي وبتغليهم مع بعضهم. هون ساعتها ما عادش بدك كريمه وبنستغني عن الكريمه. تكرم عينك واهلا وسهلا فيكي. وبناخذ اتصال. الو. الو. بونجور. بونجور سيف انطوان. بونجورين يا اهلا وسهلا فيكي. الو. ايه عم بسمعك عيوني. سيف انطوان، عندي تقريبا شي 10 كيلو تفاح احمر. عندك تفاح احمر؟ ايه شي 10 كيلو. 10 كيلو نعم. بس قشرهم وبعد ما بقشرتهم، بس بدي اسالك اذا بدي اعملهم مربى. هولي ال 10 كيلو من بعد ما تقشرين وتشيلي بذرهم بصيروا بين 8 و8 ونص. بتحطي لهم 6 كيلو ونص سكر، قطعيهم شرحات شقف، حطي لهم 6 كيلو ونص سكر، حركيهم مع بعضهم، عايري الوقت 10 دقائق على النار. مع بعضهم، مش حنحط حامض الليمون، بلي على 10 دقائق، حطينا السكر حركناهم، اما من عشيه لبكره او اقل شيء 3-4 ساعات. بعدين بحطين على النار، حطي معهم شو 6-7 ورقات عطر، شو 15 حبه كبشة رنفل، غليهم ساعة وربع. آخر شيء بتضيفي لهم 3/4 فنجان قهوة، عصير حامض أو ملعقة صغيرة ونص حامض الليمون، بتطفي دغري النار وبنقول لك ألف صحتين. شيلي ورق العطر منهم وكبيهم. كمان بناخذ اتصال. الو. الو بونجور. بونجورين. كيفك شيف انطوان؟ منيح كتر خير الله، انت كيفك؟ الحمد لله الحمد لله. معك جيزال من المنصوريه. اهلا وسهلا فيك ست جيزال. لو سمحت اذا بدي اعمل كشك اخضر لكيلو برغل الابيض خشن، قد ايه بدي ملح؟ للكيلو بدك ملح، بدك ملعقه كبيره. اوكي. ولبن ولبنه بدك لبن 3 كيلو ايه، ولبنه نص كيلو. اوكي. واذا بدي اعمل فرخ قد ايه بدي وقت ليستووا من بعد الغليان؟ عم نحكي بفوارغ غنم او ماعز او بقر؟ غنم غنم غنم. من بعد الغليان بدهم ساعتين وربع. ساعتين وربع. ورز ولحمه وحمص. ما هولي بقلبهم. ايه المقادير يعني قد ايه؟ بدي اعرف قديش عم تساوي الكميه. فارغين فارغين فارغين. هلا الفارغ اللحام قطشه بالنص وبيبيعه او كيف؟ يلا فارغين. ايه يعني يعتبر فارغ واحد، كلهم صاروا يقصون بالنص ويمشي الحال. اوكي. بدك لهم كبايه. ايه. وربع رز مصري او صيني. ايه. وبدك لهم 300 جرام لحمه مفرومه. ايه. خشن دورين. ايه. وفنجان قهوه حمص مسلوق ومعمول بالنايلون او بفوطه مهروس هو ني. اوكي. وتحطي معهم شويه كزبره. ايه. اذا بدك. ايه. شويه كمون. ايه. ملح بهار اسود حلو، شوي صغيره قرفه. ميرسي كثير. تكرمي. ميرسي.
تكرمي. منجيب نكسر البيض هلا البيض بيض مزارع بنعرفه من صفاره بيكون اصفر باهت. بس بنعرف ما دامو الزلال كيفو محاوط الصفار، هلا برجع نكسر فيها هاي، معناتها انه هالبيض منه صاروا كتير بعده طازه. منجيب صينيه منفضي بقلبها المزيج ليبرد، ما بيسوى ضيفه سخن، بيزلخ البيض وبيطلع منا طيبة ومقرف الأكلة، لأنه أضرب شيء إنه واحد يجي ليأكل يحس بريحة الزنخة. هيك بقى العملية بس يبردوا شوي وبضيفهم ببطل فيه عندي عملية زنخة. عندي هون البيض، بجيب شريط بضيف هالبيض ملح ويحضيف فرد مرة مع المعكروني منضيف بهار أبيض بضيف بابريكا فليفله حلوه هاي منا حره اللي بده حر هو بيضيف حر، منضيف بقدونس وبخفقهم مع بعضهم. ما مننسى برج جوزة الطيب، ودائما انا بفضل جوزة الطيب ما تشتروها ناعمة جاهزة، هاي كل ما نبرشها تعطي نكهتها احلى. هاي المعكرونة انسلقت منشيل المعكروني ومنبردها تحت الماي البردي، لازم تبرد ما بيسوى تضل سخنة. وبعدين منجيب مصفاية ومنصفيها. هاودي كل شوي بحركن لا يبردوا مزبوط مثل ما قلنا منشان ما يطلع عنا عجة المعكروني بالخضار مزنخة، شغلة كتير مهمة.
خلي شوي. اذا بدي من البازيلا للزيني، البازيلا بنعرف كلنا فينا ناكلها ني، والباقي بحطها مع. منجيب مصفاية بس نتأكد انه بردت المعكروني، كلها هيدي عوامل اساسية. كمان المعكروني اذا ما بردت معهم بالاول تزنخ، مشان هيك بيصيروا يقولوا اوقات هالاكل طيب او هالاكل منه طيب. لاستعجل اكثر هاي الصينية حمت لانه نزلت عليها الصلصة السخنة، برجع بنزلنا على صينية تاني اذا مستعجل. اذا منكم مستعجلين وما عندكم شيء فيكم تقعدوا شوي وتنطروها منشان ما تجوا صينية تاني، بس انا مستعجل منشان فينا نلحق نزلنا على صينية تاني. هيك عملية اسرع صار عملية التبريد لانه الواعي التاني مسقع، هيدا سخن صار. شفتوا كيف مسكته بالفوطة؟ منصفي المعكروني الرفيعة أو الصينية أو الشعيرية اللي بدكن إياها، بس برجع بقول الشعيرية يلي منا مكسرة صفيها منيح من الماي، بهزة هيك بتصفى بالماي وبجيبها معي لهون. منضيف نحركها شوي احلى خليها تصفي مزبوط. منسقطها للمعكروني فوقها منضيف فوق منا الجزر، كتروا شوي هول طلعوا كبار الجزرات، قلنا ملح بار ابيض بجوز طيب حطينا، وهودي نضيفهم فوق. بحركن مع بعضن، منجيب صينية منحطها على النار وبنضيف عليها زيت نباتي، لازم الزيت يكون على كل الصينية ومنخليها تحمى للصينية. بخلطن مع بعضن بجاط غميق لياخدوا بعضن وكل النكهات تتكون وتعطيني مزيج طيب بعملية التذوق والأكل. ممنوع حط هالمزيج على صينية زيت بارد لأنه بتلزق وما بقى بتطلع معي، بده يكون الصينية حامي والزيت حامي لفي اشتغل وانخلطت مزبوط لصار مكونات البيض المخفوق يلي أنا خفقته شوي مع الملح والبهار الأبيض والبقدونس
صاروا موجودين كلهم بقلب المعكروني. ملاحظين بعد ما حمت بس حس انه في بلش مثل خيوط صغيرة يتصاعد من الزيت، معناتها انه هون صار جاهز انه انا نزل هالمعكروني اللي عجت المعكروني بالخضار عليها. والا قبل مثل ما حكينا بتلزق معي وما بتطلع معي بشكل القالب وفي قطعها. شايفين بعدها عم تحمى لانه هلا بس نزلها بتعمل شش، ساعتها بتعمل فاصل بين الصينية والمعكروني والخضار والبيض بدي نزلها. هاي هي الدخنة الخفيفة بينت، نزل المزيج بعملهم بالملعقة بهالشكل بملسها وبخليها تقريبا حوالي دقيقتين على النار هيك قبل ما فوتها على الفرن. فينا هاي الفرن وفينا هاي الفرن البنيه. شفنا كيف عم تفقفق على الداير، معناتها انه الحراره كلها عليها بهالشكل بدها تكون، والا ما بتزبط معي. برجع منشيلها ومنحطها بالفرن لتكمل نضجها من الداخل. هلا من تحت استوت تقريبا، بس بعد عنا الداخل عنا الوجه كلها فيها بيض، كلها لازم تستوي مزبوط وتتماسك مع المعكروني والجزر والبازيلا والبقدونس والبصل والبندورة اللي قليتهم على النار مع قطعة الزبدة ونكهة الملح والبهار والبابريكا وبارد جوزة الطيب. يعني توقف مع محطة إعلانية ومنتابع حلقتنا عبر شاشة تلفزيون لبنان. نتابع حلقتنا عبر شاشة تلفزيون لبنان. رح نبلش هلا بالأومليت الهشي. منحط زيت ملعقة، ملعقة ونص مثل ما بدنا، اثنين صح. حطها على نار خفيفة بالأول وندور الزيت يبرم على داير المقلية. منجيب وعي منكسر فيه ثلاث بيضات، ومناخذ اتصال. الو، يعطيك العافية شرف. الو، بونجور. بونجورين، يا اهلا وسهلا. يعطيك العافية. الله يعافيكي. بدي اعزبك عم برص زيتون اخضر. بدي تعزمك تعلي صوتك شوي، مش عم بسمعك منيح. طيب، عم رز زيتون اخضر. نعم. لا اكبسه بس. نعم. اكبسه هلا هالسنه بعد ما عملته، السنه الماضيه عملته، بس عم بكبسه بعد 20 يوم عم بعبي مي ومقمق. ليه؟ لانه ملحه خفيف. ملحه خفيف، قد ايه؟ نعم. لازم احط للكيلو؟ هلا بدك تحطي هو قبل للمي اجمالا. نعم. الكيلو الزيتون. نعم. بياخذ كبايتين مي. نعم. الكبايتين ماي بدهم ملعقتين ملح خشن، ملعقة شوربة. يعني ما خص صنف الزيتون هيدا الصنف انه لبناني شجرة او غيره؟ لا لا لا، هلا انت بالزيتون. نعم. من بعد ما عم ترصيه اول شيء بتغسليه. صحيح. بعدين بس ترصيه عم ترجعي تنقعيه بالماي شو 24 ساعة؟ لا، عم بحط له شوية زيت. لا، بده نقع بالماي. بنقعه 24 ساعة، بالقليل 12 ساعة. نعم. ليخف
المرورة الموجودة فيه. نعم. بعدين بتشيليه بتصفيه. نعم. هني ملعقتين قلنا ملح للكيلو مزبوط؟ نعم. تقريبا. نعم. يعني بدنا نقول حسب المي. نعم. بتحطي ملعقة مع الملح. نعم. مع ملعقة ملح مع الزيتونات. كيلو بتخلطيهم تتركيهم ثلاث أربع ساعات أو من عشية لبكرة. ترجع بتعبيهم بالمرطبين. الملعقة الملح يلي بعدها بتضيفيها على الكبيتين المي وبتضيفي لهم اياهم. ميرسي. تكرم عيونك. اهلا وسهلا فيك. هون عنا هي الزيت من قوي النار منضيف. عم نعمل اومليت هشه مثل الجومبون مع يعني محل البقدونس جومبون حبش مرتديل فطر كله بيمشي نفس الطريقة. الهدف هو الشخص اللي اتصل فيي وقال لي الله يخليك علمنا الأومليت الهشة. منحط ملح قليل من البهار الأبيض، بقدونس ومنخفقهم بالشوكة. لازم يخفقوا هيك. ومناخد اتصال. الو. انقطع الاتصال. الو. ناخد غيره. الو. نعم. الو بونسوار شيف. بونسوارين. عندي سؤالين بدي اسالك اياهم. انا ما عندي كهرباء، عم بحكيك هلا على التليفون. نعم. عندي بخصوص خل التفاح، انا سمعتك كذا مره انه لازم نحط تفاح حتى يعفن. نعم. تجدبل. بس هلا انا حاطه تفاح بتلاقيه من ميل استوى كتير ومن ميل بعده، فيني استعمله؟ شنو يعني من ميل التفاح استوى منيح ومن ميل بعده؟ ايه من ميل يعني تقريبا هيك دبل كتير، يعني عفن كتير. عفن في فرق مدام، انتبهي اذا عفن فيكي. استوى كتير يعني استوى كتير. استوى كتير لا ما بيكفي، يعني صار لونه بني ما بيكفي، بده يكون بني الغامق. نعم. بين مثل كأنه مهري. هو هيك صاير معي. ايه خلص هذا هو. ايه بس من ميل بعد في قسم صغير بعد ما صار. ما بيأثر، هن ساعتها هلا بيخمروا بعضهم صاروا. اه طيب. هاي مزبوط، نعم. هيدا أول سؤال، ثاني سؤال، سمعت في ناس قال بحطوا للكبة بالصينية لما بيجبلوها وقبل ما يمدوها شوية كربونات مع نتف صغيرة، يا هل ترى هيدا مزبوط؟ هيدا غلط. اوكي. والكربونات اللي منحطها بتموت من فيتامينات اللحمة. وسلميلي عليهم هاو بس تحكي معهم. نعم. يقولون شيف انطوان بيسلم عليكم. قال لا بحطوا وقال تتكمس بعضها تتلحم بعضها. بس اللحمة تدعكيها على المكنة مزبوط بتاخد بعضها. مزبوط. مزبوط هيك. والبرغل بس تحطيه معها. نعم. اذا بتشيلي شقفة منها بتضربيها على الباب او شيء خشب او على الحيط بتلزق قد ما هي قوية. آه. بتكون اخدي بعضها وكل شيء منيح. طيب. لانه انا تعجبت قلت بدي اسألك قبل ما استعملها. لا ما تستعمليها. اوكي ممنونتك انا. تكرم عيوني. تكرمي. الزيت عنا حمى مننزل هالاومليت اللي بدي اعملها هالشي. انتبهوا بدنا اياها هالشي. شوفوا شو بعمل. هاي المرحله اللي بدي اعملها. شو عم بيصير؟ محلات عم يستوي البيض وعم فوتوا انا جوات بيض ني. شايفين كيف عم بعمل؟ بس وقت بلاحظ انه اخر شيء مش قادر بقى اعملها وترجع تاخد بعضها وتسكر، ساعتها بوقف. هالجبال اللي شفتوها هون هيدي اللي بتخليني تعطيني هلا نية للبيض انه يصير هالشي معي. في اذا بدي هون اشتغل شوي هون وبرجع بسكرها، بشتغل هون، يعني وين عندي زلال وصفار كتير في اعملهم هيك وارجع سكرهم. هيك بتطلع معي هشه. هلا صارت بيجي انا بعلي شوي من هون قبل ما تجمد مزبوط، لانه اذا جمدت مزبوط بتبطل في اقلبها. كمان من هون
بهالشكل، بتركها تتحمص. منجيب صحن ومناخد اتصال. الو الو بونجور. بونجورين شيف انطوان. نعم مدام تباشر معك. يا اهلا وسهلا فيكي. ميرسي. عندي سؤالين بدي ازعجك فيهم. يلا تكرمي. ميرسي تسلم. عندي البرغل عم بسوس، شو لازم اعمل له؟ سوس كتير؟ وانا حطيته بكيس خام كمان. لو كان ايه بشبشل هيك وبسوس، شو بدي اعمل؟ هلا بك تشوفي حدا عنده دجاج ايه بيعيه هون بيع بربع سعرهم. بربع سعرهم؟ ايه عن جد بحياتها ما كانت تسوس. ليه؟ كل المونة عم بتسوس. هاي بتيجي من رطوبة ايه وبيكون ال البرغل الجاي او اي نوع من الحبوب ايه عتيق من اصل مصدره. اه لان كله عمل بيسوس رعينا بحياتنا ما سوس لانه كان استهداف ايه او تستعملي ما بعرف تستعملي هالمواد كانت ايه على طول تضل تيجي طازه وتنباع طازه. ايه هلا نيصر لنا سنتين نحن بلبنان وسنتين ونص من أزمة الكورونا والوضع الاقتصادي صار عم يجي، وكان في بضاعة موجودة قديمة كمان كلها عم بيودوها أوقات بشكل مساعدات ايه وهلأ عم بدي يودي بشكل مساعدات يمكن بعدها منيحة ما فينا نظلمه، بيعبوها قبل بوقت وبيخزنوها بيعبوها بكلاتين وبتضلها بمحلات بجيها رطوبة ولا إجا فصل الصيف في نسبة رطوبة قوية بتكون، هذا كله بيساعد على تسويس الحبوب. وعندي سؤال تاني كمان بدي ازعجك. عند الزيت عمل بيبيض زيت الزيتون الاصلي عم بيبيض، ليه؟ ما تعرضيه للشمس. ما حطيتهم بكيس سود وحطيتهم على التدخيط ولفتهم بكيس اسود نايلون كبير. هاو الزيتونات انت من الاساس متأكدة من جودتهم؟ ايه كنا ناكل منهم يضلوا خضر مثل شوب الأمينة وبس يتسقع الدنيا يعملوا مثل السمنة. انتبهي شوي. ايه؟ انت بتشتريهم بدنا نوضح. نعم. او انت على المصدر عم تعرفي انه زيتون صافي 100%. ايه كلنا بناكل منهم. ايه بس انت من وين اشتريتيهم؟ من مصدر هن بيعملوا زيت لالهم من زيت لبيتهم. قديش صار لهم الزيتونات يعني من سنة الماضي؟ ايه نعم. بتلاقيهم مصلوا شوي على بعضهم او بعضهم ملاح؟ لا بعضهم مثل ما هن بس صار لونهم ابيض. مغشوشين هاو الزيتونات مع احترامي مثل صاحبنا ايه يلي كان عم يطالب بالعسل ايه ويقول لي العسل نحن ما بنزغله بس من طعمي سكر، هلا هو مقتنع انه مليح ايه بس انا بقول يا ضربتهم الشمس اذا جاي عليهم النور او الشمس بيبيضوا او من اساس المصدر مخلوطين زيت نباتي. ميرسي كثير شيف انطوان. تكرمي. ميرسي. اهلا وسهلا فيك. ميرسي خي ميرسي. راح نشوف مقادير عجة المعكروني بالخضار، أومليت الهشة بالبقدونس أو أي نوع إلنا من الجامبون أو ما يعني محل البقدونس بتغيره يا حبش يا جامبون عادي أو جامبون بقري أو مرتديل أي شيء أو فطر بتغير محله وبتحمل ساعتها اسمه. أي شيء عندكم منزين، أنا كنت بزين بالعين بقدونس بس صعب عندي شوي زيتون حبتين، هالجزر زادوا شوي من الليح زينت فيهم، مش معناتها بدي اروح خصوصي جيب جزره ابريشه لزين فيها، يعني دائما من حواضر العمل يلي انتم بتكونوا عم تشتغلوا فيه فيكم تشتغلوا.
يا هنعلمكم إلنا كيف بنفرم بعد ما شفنا مقادير عجة المعكروني بالخضار وعجة البقدونس أو الأومليت الهشي. يعني أعلمكم كيف بنفرم البقدونس وقبل كيف بنسنه سكين. هلا إنسان بهالشكل في ناس ما بتسترجي هيك ولهون في حماية لازم يضل الأصبع جوات لتحت الحماية. في حال ما مش قد أكيدين نعمل هيك هيك عن ناعم كمان بينسن معنا السكين. هالبقدونس نعمله بيئة مثل هاي بيئة البقدونس بينقص هيك نفرم هاي القاعدة أصابيعي هيك مشيتون. هيدا أكتر واحد اللي بالنص عملوا بومبي عملوا هيك بهالشكل عكس. بصير هالسكين لكيفة بصير بعمل هيك أنا هلأ مش عم بفرم بس لعلمكن كيف وبصير برجع بإيدي شوي شوي. شايفين كيف يطلع ناعم؟ برجع هاول اللي بيفلتوا شوي من هون بيكونوا شو ضلعهم صغير هيدا وهي الورقة قصيرة فوتهم تحت ايدي برجع بسيطر على الموقف وبرجع نفس الطريقة. ساعتها لو انا ما عم طلع هيك بفرم بيطلع معي الفرم ناعم لانه عم بستعمل الطريقة المزبوطة لعملية الفرم وبنتبه على اصبعي يلي هو الاصبع النصاني يلي حكينا عنه انه هو بيكون الميزان الاساسي لإلي. كل ما افرم شوي شايفين كيف بيطلعوا مثل الشعر. وبدون ما طلع قدامي هلا انتو طلعوا ما بدنا تروحوا اصابعكم وناس يسبولي ويجي الرجال من الشغل معصب المرة روحت اجي ايدها من ورا الشيف انطوان ما بدنا هيك. بس انه عم نقول بصير يتعلم شوي شوي. هلا كأول مرة بتلوها شوي صعبة بعدين بتهون عليكم بتصيروا تفرموا البقدونسات وتعزموا اصحابكم كتير على اكل التبولة بتصيروا تتباروا مين عنده تبولة فيفرم البقدونس كتير طيبة للتبولة. كله مثل الشعر هيك بنشيله لأنه خلص الوقت منشيلون. شايفين كيف اني شعر هلا راح نشوف عجة المعكروني بالخضار منشيلها من الفرن. وجاهزة ومستوية وما بدها غير تقطيع تتقطع هلا 8 حبات من قطعة الطعمة تقريبا 2 قطع اللي بده زودات ساعتها لست قطع الكمية. وعنا صارت عجة المعكروني بالخضار صنف جديد ودايما بتتعلمون عبر شاشة تلفزيون لبنان. حلقتنا اليوم انتهت. يلي كان عنا الأومليت الهشة أو الأومليت بالبقدونس كان عنا معكروني عجة المعكروني بالخضار يلي هي فعلا كتير مميزة وصنف جديد ولأول مرة منسويه وعلمناكم كيف نفرم البقدونس الناعم بطريقة يطلع معنا كتير كتير ناعم. حلقتنا اليوم انتهت على أمل أن تمر هذه الأيام بسلام وتتابعونا دايما عبر شاشة تلفزيون لبنان وبقلكن باي باي.